يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من الخلاصه النهارده عندنا فيها ملف جديد مهم، لكن قبل ما اقول لكم ايه هو الملف بتاع النهارده وهنناقش ايه فيه، خلينا اقول لكم انه امبارح ناقشنا ملف كان مهم جدا جدا، وهو اعاده تدوير المخلفات في مصر. هذا الكنز اللي اتفقنا ان هو كنز لا يفنى، ونستطيع به ان احنا نعظم مواردنا الاقتصاديه ونقلل كمان من مخاطرنا البيئية في زمن التغيرات المناخية. لكن الحقيقة كمان وزارة البيئة مشكورة تبنت عدد من الأفكار اللي تم عرضها في حلقتنا، ومن بينها مبادرة نسيج للشابة ياسمين مصطفى اللي الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا في عمليات التدوير، عمليات تدوير الخاصة تحديدا بالأقمشة من مخلفات المصانع، بتقوم بجمعها ومعالجتها وبتقوم بقى بإنتاج منتجات جديدة جميلة. والفكرة دي طبعا كانت فكرة هايلة وناقشناها امبارح، وكان نفسها تتوسع في محافظات الصعيد والريف، والحقيقة وزارة البيئة مشكورة تواصلت معاها وهتوصلها كمان ببنك الكساء المصري، وهيكون في كمان دعم ليهم في التوسع في المرحلة القادمة. وقالونا لو عندكم اي شباب كمان بيعملوا مبادرات ليها علاقه باعاده التدوير وعايزين يعظموا من الامكانيات او الاستفاده من برضو دعم وزاره البيئه ليهم، فكمان قالولنا نبعت لهم. وبنشكر طبعا وزاره البيئه على اهتمامها وعلى تواصلها معانا وعلى دعمها للشباب في هذا الملف. عشان كده دايما بنحاول من خلال فتحنا لملفات مختلفة معاكم في الخلاصة انه نقدر برضو نقدم مساعدة او ندعم مبادرات او كمان نساعد شباب ان هم يزدادوا تألقا ونجاحا، وتبقى في خطوات اكتر واكتر للأمام. كمان بقى من ملف الحقيقة تدوير المخلفات وإزاي ممكن نعظم إمكانياته والاستفادة منه، النهاردة هنفتح ملف آخر هو بيمثل الحقيقة شقين في منتهى الأهمية. الشق الأول ليه علاقة بتعظيم إمكانياتنا السياحية من خلال دعم السياحة الدينية وإعطائها فرص أكبر وفرص تستحقها في مصر. الحاجة التانية طبعا اهتمامنا بالملف ده نتيجة للتراكم التاريخي والثقافي للدولة المصرية، وحرصنا طبعا على إبراز المنتج الحضاري بتاعنا بما فيه الحضارة الإسلامية. طيب بنقول كده ليه؟ بنقول ان احنا هنفتح مع حضراتكم ملف الأضرحة في جمهورية مصر العربية ومساجد آل البيت. وطبعا مصر عامرة وبتحتضن اكتر من 6000 ضريح، وده رقم مش قليل على الإطلاق، ويقدر يجذب كم كبير جدا من السياح سنويا، ونقدر بيه نعظم كمان من زوارنا اللي بيستهدفوا السياحة الدينية، ونعظم كمان الأعداد في هذه الجزئية. ليه؟ لأن احنا عندنا طبعا مجموعة من الأضرحة الخاصة بآل البيت زي السيدة زينب اللي لسه تم تطويره وافتتاحه مؤخرا، وقبليه الحرم الحسيني واحيانا بيسمى بالحرم المصري، وكمان السيده النفيسه بعد تطويرها. وعمليات التطوير دي للاضرحه وما تم انفاقه عليها من عمليات تجميل واعاده احياء وتطوير طبعا كانت مسار خلينا نقول ارتياح واعجاب عند المصريين لحبنا الشديد لآل البيت. وطبعا احنا معروفين كمصريين بهوانا وحبنا وميلنا ودعائنا وزيارتنا لآل البيت ووجودهم معنا في الحياة واعتمادنا عليهم في الدعاء والزيارة والسند والمدد وما إلى ذلك، طبعا من خلينا نقول تراث ثقافي مرتبط بأضرحة آل البيت. مش بس أضرحة آل البيت الحقيقة، احنا مصر فيها ما يسمى بالبقيع الثاني اللي مدفون فيه عشرات من الصحابة اللي جاءوا إلى مصر، وعندنا كمان شوارع كاملة زي شارع الأشراف في الخليفة، وأنا زرته قريب واستمتعت حقيقة
جدا جدا. في بقى مساجد تانية، السيدة رقية والسيدة فاطمة النبوية وغيرها طبعا من الأضرحة والمساجد اللي كلها الحقيقة ليها مكانة وطابع وخلينا نقول شعور خاص عند المصريين. كمان ناس بتطالب بمزيد من أعمال التطوير، وناس بتقول كمان خلونا بس واحنا بنطور او احنا يعني بنعيد احياء التراث ان احنا برضو نبقى محافظين واخدين بالنا من النسق والشكل وكمان الطبيعة الخاصة لهذه الاماكن وارتباطها في نفوس المصريين باشكال معينة وبتراث معين على مدار السنوات. ودي جزئية برضو ممكن نبقى نتكلم فيها، لكن خلونا نستعرض مع حضراتكم التراث المصري في القاهرة، واحدة من أهم المدن الإسلامية على مستوى العالم ومن الأكثر ثراء في عدد الأثار الإسلامية فيها والمحافظات أيضا. هنشوف معكم على الشاشة إحصائية لأضرحة آل البيت وأولياء الله الصالحين في مصر مثلا، بتقدر بأكثر من 6000 ضريح، بتضم القاهرة وحدها 294 ضريح. ومن القاهرة بقى لو روحنا معاكم للمحافظات، هنشوف مثلا في مدينة دسوق وشلال سيدنا الدسوقي محافظة كفر الشيخ 84 ضريح، ومثلا مدينة تلة بمحافظة المنوفية 133 ضريح، وفي مركز فوة بالبحيرة 81 ضريح، وفي مدينة طلخة بالدقهلية 54 ضريح. متخيلين حضراتكم تراث ضخم، واحنا مرتبطين جدا بحب اهل البيت وبزياره اولياء الله الصالحين وبطلب المدد والعون دائما من عباده الصالحين. طبعا عندنا مساجد كتير شهيرة ويمكن أن تمثل كمان مزارات على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم أجمع. الحقيقة أشهر مساجد طبعا البيت وأولياء الله الصالحين في القاهرة، عندنا السيدة نفيسة والسيدة زينب والحسين ومسجد العارف بالله الدسوقي في البحيرة ومسجد العارف بالله سيدي عطية في اسكندرية ومسجد سيدي المرسى أبو العباس في اسكندرية وسيدي عطية في البحيرة، وطبعا الدسوقي في كفر الشيخ طبعا يعني، وغيرهم في قنا مثلا سيدي عبد الرحيم القنائي وغيرها حياة كتير. أشهر مساجد طبعا في الغربية مسجد سيدي البدوي وفقنا سيدي عبد الرحمن القنائي زي بلد حرك، وفي أسيوط مسجد سيدي جلال الدين السيوطي، وكلها الحقيقة مزارات وبتقام كمان موالد شعبية، والموالد كمان المرتبطة بهذه الأحداث فيها جزء كبير من التراث اللي ممكن يعظم وتضيف كمان لأهمية الزيارة الدينية للمسجد أو الضريح نفسه، لكن الاستمتاع ايضا بحب المصريين لآل البيت والاولياء الله الصالحين من خلال الموالد وغيرها من الثقافات الشعبيه المصريين متعودين عليها وبتعود لمئات بل والاف السنين. بعد الفاصل بقى هنروح مع حضراتكم هنفتح هذا الملف ونشوف ما تمتلكه مصر من اثار اسلاميه، وخاصة ما يتعلق بثقافة الأضرحة والأولياء الصالحين وعباده أيضا الأنقياء،
وكمان هنشوف ازاي نقدر نستغل ونعظم هذه الجزئية في مزيد من السياحة الدينية في مصر، وازاي نقدر نحافظ على الاثار دي، وكمان فيما تبقى من الاضرحة ازاي نقدر نصونه ونحميه وكمان نمنع هدمه احيانا. فخلونا بعد الفاصل نقول هنستقبل ضيوفنا الاستاذ سمير عبد الوهاب القائم بعمل نقيب المرشدين السياحيين، والدكتور محمد عبد الحفيظ استاذ الاثار الاسلاميه بجامعه الازهر. هينورونا ضيوف اجلاء وقامات كبيره نلتقي بيها بعد الفاصل. طبعا هنكمل بقى دكتور، هنكمل على الهواء حالا. اهلا بحضراتكم مره تانية، وملف الحقيقه جميل ومهم، وحتى وانا مع ضيوفي بندردش في الفاصل الحوار ممتع لانه في معلومات سريه، وخاصه عندهم رؤيه في امكانيه التطوير وازاي يصبح ملف الاضرحه في مصر والقباب ومفهوم آل البيت سواء آل بيت النبي أو لو خدناها بمفهوم أوسع الصالحين والأتقياء وغيرهم ممن يلتف حولهم المصريون دائما الحقيقة، وإزاي ممكن نعظم الجانب الاقتصادي والجانب الروحي بشكل أكبر من كده بحيث تكون وسيلة لجذب سياح أكثر كمان من كل أنحاء العالم. فاسمحوا لنا في الفقرة دي نرحب بضيوفي الكرام الدكتور محمد عبد الحفيظ أستاذ الآثار الإسلامية من جامعة الأزهر، أهلا وسهلا بحضرتك نورتنا، وكمان الأستاذ سمير عبد الوهاب القائم بعمل نقيب المرشدين السياحيين منورنا يا فندم. أهلا بيك. أهلا يا فندم، شكرا منور، ربنا يخليك. أهلا بيك. هستأذنكم قبل ما نبدأ النقاش نروح نشوف بس تقرير سريع عن تطوير أضرحة آل البيت وما تم في الفترة الأخيرة، يمكن منهم ثلاث أضرحة رئيسية، ما يسمى بالحرم المصري، مسجد سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة نفيسة العلوم، وأخيرا السيدة زينب أم العواجز وقبلة كل مصري مشتاق لحب آل البيت. تعالوا نتفرج بحضرتك. في رحاب آل البيت عنوان عريض
لسلسلة واسعة من تطوير مقامات وأضرحة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في مصر، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعمير بيوت الله عز وجل والاهتمام بمساجد آل البيت والأضرحة الأثرية بهدف استعادة مظهرها الحضاري وقيمتها التاريخية لوضعها على خريطة المزارات السياحية الدينية. حركة التطوير بدأت من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه الذي افتتحه الرئيس السيسي في إبريل 2022 بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، وفي أغسطس 2023 كان افتتاح أعمال الترميم والتجديد لمسجد ومقام السيدة نفيسة، ليأتي بعد ذلك افتتاح مسجد وضريح السيدة زينب في مايو الماضي 2024. وجاءت حركة التطوير بالتعاون مع طائفة البهرة في الهند، والتي وجه لهم الرئيس الشكر والتقدير على إسهاماتهم في تجديد أضرحة أهل البيت والمشاركة في افتتاح وترميم مساجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب. وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مسجد السيدة زينب: مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جداً، ولها دلالة على حب آل البيت، ومصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة ممن مروا على مصر، وهناك تطوير لعدة مساجد بداية من القلعة حتى السيدة نفيسة، وتشمل خريطة تطوير مساجد آل البيت أيضاً مقامات السيدة فاطمة النبوية والسيدة رقية والسيدة سكينة والسيدة حورية في بني سويف وسيدنا علي زين العابدين والسيد أحمد البدوي بطنطا. طبعا بنرحب مره تانية بضيوفي الاجلاء الدكتور محمد عبد الحفيظ استاذ الاثار الاسلاميه والاستاذ سمير عبد الوهاب القائم بعمل نقيب المرشدين السياحيين. ولو تسمحوا لي ابدا معاك يا دكتور محمد، احنا يعني تعريف آل البيت، وطبعا حب المصريين لآل البيت شيء اعتقدش انه في من يضاهينا من الشعوب حبا لآل البيت، يعني حتى طول الوقت يقول لك مصر سنية المذهب شيعية الهوى، ما تفرقش معانا الحاجات دي، المهم احنا آل البيت مش فارق معانا اي مذهب ايه، لكن احنا ده ثابت عندنا وكل شيء اخر بتغير، لكن مفهومنا لآل البيت ايه في مصر؟ هل هو مقتصر على اسرة النبي محمد، ولا هل بتتسع الاشراف والصحابة؟ يعني برضو عايزين نعرف من حضرتك لو تدينا فكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية اسمح لي أوجه الشكر لحضرتك ولأسرة البرنامج على هذه الاستضافة الكريمة، ولي الشرف النهاردة أن أنا أكون في معية أستاذنا الأستاذ سمير. بالنسبة لموضوع آل البيت، بنجد أن المزاج العام للمصريين بيحب آل البيت جد. وبيعتبروا ان آل البيت هي سفينة النجاة كسفينة سيدنا نوح، من دخلها نجا ومن بعد عنها هلك. فلذلك دي في جينات المصريين ان في هناك حب من نوع خاص بعيد عن الغلو لآل البيت. مفهوم آل البيت بيختلف في الفرق الإسلامية من فرقة إلى أخرى. بعض الفرق قصرت مفهوم آل البيت على ذرية سيدنا الإمام علي والسيدة فاطمة رضي الله عنها، لكن احنا كأهل سنة وكمصريين، الإمام السيوطي وضع تعريف جامع لآل البيت، فقال كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وبناء عليه يدخل في هذا التعريف كل من ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سواء كان من ستنا فاطمة أو من زوجاته الأخريات، لأن سيدنا علي تزوج من 9 نساء، وكل من ينتهي نسبه أيضا إلى سيدنا عقيل ابن أبي طالب، وإلى كذلك سيدنا جعفر ابن أبي طالب، وإلى العباس ابن عبد المطلب، ويدخل في آل البيت أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونسلهن. فالمفهوم عندنا متسع، لا يقتصر فقط
على ذرية الإمام علي وفاطمة وبصفة خاصة الحسن والحسين. دي ملحوظة مهمة. احنا بس بنشم اي حد من ريحة آل البيت بيبقى عندنا شيء يعني. نعم. طيب استاذ سمير برضو انا عايز اعرف من حضرتك، هو مصر بتملك ايه من التراث في هذه الجزئية؟ ويعني احنا دايما كمان متعودين على طبعا الحرم الحسيني، السيدة نفيسة، السيدة زينب، لكن اعتقد ان تراثنا اعمق واكبر كمان من كده، يمكن الناس ما تدركش ابعاده عامله ازاي. يعني احنا العقيده بتاعتنا من زمان جدا، من قبل الاسلام ومن قبل المسيحيه، قائمه على انه احنا بنعيش مشوار في الدنيا عشان خاطر نروح بعد كده لربنا سبحانه وتعالى حاسبنا. وما اعتقدش ان في شعب اخر او حضاره اقدم مننا امنت بانه في ميزان وفي القلب هيتوزن وفي العداله قدامه، وانت لازم تبقى قلبك طاهر ونقي وخفيف. فهذا الارتباط خلى الانسان المصري مهما كانت ماديه الدنيا بتاخده في تفاصيل واحداث، الا ان هو دائما بيبحث عن غذاء روحه. فغذاء الروح هتلاقيه فين؟ هتلاقيه عند ناس مشهود لهم بالتقوى، مشهود لهم بالقرب، مشهود لهم بالصفاء، فهيبحث عنهم طول تاريخه حتى ناتي الى العصر الاسلامي، اللي هو مع الفتح الاسلامي احنا عندنا اقدم مكان في القاره بتاعتنا في المنيا، في البهنسه اللي فيها مقابر الصحابه. مقابر دي اللي بتسمى البقيع الثاني. البقيع الثاني في البهنسه. والشرقيه بتهيألي فيها، والشرقيه في الطريق قبل ما توصل للبهنسه. بس لم تاخذ حقها لحد النهارده، يعني محتاجه الحقيقه كلام كتير الناس تعرف في ايه اللي موجود هناك. انه الصحابة مدفونين متركزين أكتر في منطقة البهنسة وفي منطقة المخطم في القرافة. وبعدين الارتباط بين اشمعنى المنطقتين دول بقى؟ البهنسة كانت في حملات الفتح. المنطقة دي هي بوابة الصعيد اللي اتفتحت معاها آخر المناطق. والمنطقة بتاعت المخطم اللي هي استوطنت فيها قبيلة بني قرافة اليمنية وانشأت المقابر وبقت المكان اللي بيدفن فيه الصحابة. القرافة اسمها جاي من مشكلة يا فندم. هو فيه يعني اضافة اخرى لموضوع جبل المقطم، ان في احاديث نبوية بتشير الى ان من دفن في سفح المقطم فهذا له امان من العذاب يوم القيامة. انا سمعت ده، لكنها ان سيدنا عمر هل هي حديث صحيحة؟ اي ما تكون، لكن ترسخ في اذهان الناس ان هذا المكان تدل يعني برضو على القيمة. يعني له قيمة وله بركة. زائد ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اوقف هذا المكان للدفن. وقال انه مكان من غراس الجنة، لذلك يعني ترسخ عبر العصور ان هذا المكان مكان مبارك، لذلك حرص كثير من السلاطين والامراء على ان يدفنوا في هذا المكان، والعلماء كذلك. وفي 5 من الصحابة مدفونين في سفح جبل المقطم، ومنهم طبعا سيدنا عمر ابن العاص. سيدنا عمرو بن العاص. نعم. في جبل المقطم، في سفح جبل المقطم. لكن النقطه بالضبط يعني معروف. غير محدد. ان هو امر باخفاء قبره. وبقيه الصحابه الوحيد المعروف اللي هو سيدنا عقبه بن عامر. سيدنا عقبه هو المعروف. يعني قبره في الامام الشافعي جزء من سفح المقطم. جزء من سفح المقطم. نعم. طيب ده بياخدنا لحاجه مهمه جدا، لانه المقطم مش له معنى مع بدايه الاسلام، هو له معنى برضه في المسيحيه. المكان له قدسيته وكويس قوي. في دير سمعان الخراس. ما هو احنا المصريين ده احنا هنتننا لغز للعالم، لانه احنا بندور حضارات واديان وكل شيء متشابك من بعضه. واحنا فعلا بتكتسبنا الاماكن اللي لها قدسيه خاصه. بنقدسها ايا كان ديننا. يعني احنا عندنا لو فكرنا في القرى، في المقابر بتبقى معموله، المقابر بتتعمل في التل اللي هي المكان العالي شويه عشان يظل جافن. وكل مجموعة مقابر بيبقى في وسطهم قبة بتاعة الله واحد، الناس كلها أجمعت على إن ده له وضع خاص وله تصوف معين، له روحانية معينة. فأنت في القرب منه أنت بتتنزل عليك الرحمات. فالناس كلها كانت بتروح تدفن جنب القباب. فما بالك بقى لما تكون بتتكلم عن مكان، حتى السلاطين والخلفاء والخديوية كلهم نفس الحكاية. يعني احنا عندنا الإمام الشافعي جنبه حوش الباشا. عايز أقرب منه، عايز أكون
في مكان عارف ان هو طاهر ونظيف. يعني وانت ماشي في طريقك في الدنيا بتحاول تمشي طريق نظيف، وانت رايح لطريق الآخرة عايز تشوف المكان اللي فيه طهر ورقي تتنزل عليك الرحمات وتبعد فيها عن العذاب حتى تصل الى بر الامان. فده في القرى الصغيرة، ولما نوسع شوية نلاقي ان المدن قامت في معظمها على وجود احد الصالحين. يعني بنروح سيدي القناوي في إنا، وبنروح عبد الرحيم القناوي، وبنروح للسيد البدوي، ونروح سيدي العوام في مرسى مطروح. كل حتة في مصر فيها الأقصر كمان أبو الحجاج، أبو الحجاج طبعا اللي معمول في قلب المعبد الأقصر، هو كان فوق المعبد اللي كان مردوم. هو نفسه أصلا برضو يعني نسيج غريب، تعشيقة تعشيقة في الحضارة ده المصري. في أرقام عندنا للسياحة الدينية في مصر لحد دلوقتي لسه، لان احنا الفرع ده من السياحة بيتم تطويره حاليا، لانه احنا دلوقتي بنشوف العالم بينفتح اكتر من مكان، وفي تغيير في شكل الاقتصاد العالمي بيغير برضو الناس اللي بتيجي لمصر الى حد ما. فاحنا عندنا طريق الحرير اللي هو دلوقتي بيتم تنشيطه من جديد. لسه كان في مؤتمر معمول مع اوزبكستان والسفاره هنا في مصر، وكنا بنتكلم على ازاي تطور العماره في اوزبكستان ونشر فيها الدين اللي هي جاي منها بعض الائمه المشهورين الترمذي على سبيل المثال من هناك. ابتدت اوزبكستان يعني سمرقند وطشقند بخارى طبعا يعني هم عرفوا الدين من خلال التجار وبرعوا وتخصصوا فيه لدرجة ان هم بقوا ائمة. وهم بينجذبوا تماما، هم بنين هناك اضرحة في منتهى الروعة وعمارة في منتهى الجمال، ومرتبطين بها ارتباط قوي جدا. لما يجي عندك هنا في مصر يقدر يزور السيدة نفيسة ورئيسة الديوان السيدة زينب، ويروح لسيدنا الحسين، ويروح زين العابدين ابن علي، هي بيحس دي سياحة مفروض انها لسه متطورش. زين العابدين لسه زين العابدين صح، في تطوير بيحصل جواه بس مش بنفس الشكل. بس طبعا مهم عشان تكتمل بقى طبعا نفس الطريقة. طيب برضو اسم مقام السيدة سكينة لسه، سيدة رقية، ده في شارع الاشراف في الخليفة صح. انا زرتهم قريب، بس هو حالتهم معقولة، بس طبعا والشارع بس طبعا محتاجين يعني عندنا طبعا زي ما بيقولوا ان احنا يعني هو الحمد لله اتحسنت كتير عن ما كانت. ده حقيقه انا شفت بنفسي يعني وزرت بنفسي، فالوضع كويس جدا. طيب هاي حق سؤال برضو عن يعني علاقه المصريين برضو بالاضرحه غريبه، رغم انه مش مثبت تاريخيا، يمكن بعضهم عارف انه يعني بيقال مثلا راس الامام الحسين موجوده في مسجد الحسين ولا لا. طب هو فعلا السيده زينب جت مصر ولا لا؟ يعني دايما في اشكاليات في القصه دي، ومع ذلك هو المصريين قرروا هو كده احنا هنحبهم وهم موجودين. انتوا مالناش دعوه بالدراسات التاريخيه دي بتاعتكم انتوا. فهسحرك الجزئيه دي، بس اسمح لي نشوف حب المصريين لآل البيت في الشارع عامل ازاي. وعملنا كده لقاءات والناس قالت لنا كلام لطيف جدا، تعالوا نسمع مع حضرتك. المقام او الضريح اللي بتحبي تروحي تزوريه وبتحس فيه براحه نفسيه؟ هو بصراحه في ثلاث اماكن فعلا قلبي بيرتاح لهم، زي الامام الشافعي والحسين والسيده نفيسه. الحسن والحسين والسيده زينب. السيده زينب، سيدنا الحسين، سيده نفيسه، كلهم كويسين بصفاتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسين ثم سيده زينب. سيدنا الحسين، السيده زينب، سيده نفيسه، يمكن برتاح اكتر السيده نفيسه. يعني بحب الحسين قوي، وبحب شارع المعز جدا، في قبه هناك كده جميله، بني عامر، الساحه الهاشميه في بني عامر. يعني زرت السيده زينب، بحب طبعا اروح الحسين يعني هنا في القاهره. السيده عائشه وسيده نفيسه كل دول اولياء للرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الدعاء اللي بتحب تقوله انت؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يستر علينا ويبارك لنا في اولادنا. نطلب العفو من ربنا مش من حد، اللي هم يعني مش هيعملوا لنا، بس احنا بنتوسل بيهم لربنا. بيدعي جميع الدعاة، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفرقتنا حسنة وقنا عذاب النار، اللهم منك عفو، انت حب العفو اعف عنا. انا بحب الاذكار عامة، الاذكار مع المكان اللي احنا بنبقى موجودين فيه
بتديك روحانية كده جميلة وراحة نفسية وطمأنينة. والله اللهم انك عفو، كلمة حب العفو عنا ده أهم حاجة يعني. أو لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. والله هي ولا داعي المنصوص عليها يعني، هي إن الواحد بيدعي دي بتبقى في القلب بقى، طالعة من القلب يعني، فمش لها نص ثابت يعني، بيبقى بقى الروحانات الحاجة اللي طالعة من القلب بقى. طبعا بدعي ليا والأهلي وكله ده والأطرحة كلهم، بدعي والأهلي وكله. زرتي الحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة بعد ما تجددوا؟ لا أنا شفت سيدنا الحسين في التلفزيون، بس فعلا في فرق كبير وجميل جدا وشفته قبل ما يتعمل فحسيت بالفرق يعني، انا روحته قبل ما يتعدل وبعد، ففعلا لا في فرق كبير قوي قوي قوي. زرت السيده زينب، حاجه جميله جدا، والواحد يبقى مبسوط جدا ان حاجه زي كده اتطورت واهتمينا بالتراث بتاعنا والتراث الاسلامي. رحت الحسين بس ما رحتش، لا حلو قوي بصراحه، وحسيت كمان ان هو الارضيه بره كده حسيتها الحرم شويه، والشماس اللي هم حاطينها دي لا لذيذه قوي. بحب جامع الازهر برضو، والارضيه بتاعته بحسها زي الحرم يعني، بحبه قوي. طبعا حاجه ما شاء الله، لا 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 اللهم صل على النبي، حاجه يعني بصراحه فخامه الرئيس يعني خلى الدنيا دي زي الفل بصراحه. عشق طبعا لا يندب ولا ينتهي. كنت بسأل حضرتك بقى قبل الفصل، يعني احنا عندنا اشكاليات في الموضوع ده تاريخية، هل فعلا الناس دي جت مصر؟ هل هي موجودة ليها اثار، ولا دي احنا اضرحة ومقامات اقمناها حبا كده؟ وبيقولولي مش عايزين نحبط. كل خير ان شاء الله. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا بعد استشهاد الامام الحسين رضي الله عنه في معركة كربلاء سنة 61 هجرية، دفن الجسد الشريف في ارض المعركة في كربلاء، ثم اخذ الرأس بعد ذلك و الى يزيد ابن معاوية، واختلفت الآراء حول المكان الذي دفن فيه أو استقر فيه الرأس الشريف. هناك 8 أقوال في هذا الموضوع، يعني هناك 8 أماكن الكل يدعي أن رأس الحسين موجود فيها. فمن قائل أن رأس الحسين دفنت مع الجسد في كربلاء، ومن قائل أن رأس الحسين دفنت في المدينة في البقيع بجوار أمه، ومن قائل أن الرأس دفنت عند باب الفراديس في دمشق، وهناك رأي آخر أن الرأس دفنت في حلب، ورأي خامس أنها دفنت في مدينة تسمى الرقة على الحدود ما بين سوريا وتركيا، ومن قائل أن الرأس دفنت في مدينة مروة، والرأي الأخير أنها في عسقلان. لكن القاهرة في القاهرة هنيجي بقى نقول الرأس بعد أن دفنت في عسقلان المكان الذي يعني استقرت فيه، حينما جاء الصليبيون واحتلوا مدينة عسقلان، فالفاطميون دفعوا أموالا إلى الصليبيين وأخذوا الرأس الشريف ونقلوه من عسقلان إلى القاهرة. هذا الكلام كان في حوالي سنة 548 هجرية، وكان هناك مؤرخ شاهد على هذا الحدث. هناك مخطوط في المتحف البريطاني يسمى تاريخ آمد، وهذا المخطوط لمؤرخ اسمه ابن الأوراقي، وكان شاهدا على هذا الحدث وسجل نقل رأس الحسين إلى القاهرة، حيث دفن أولا في قصر الزمرد أحد القصور الفاطمية داخل القصر الشرقي الكبير، ثم بعد فترة بني له المشهد ونقل الرأس الشريف فيه. في زمن الأمير عبد الرحمن كدخدة، وده أحد أهم الأمراء اللي اهتموا بمساجد وأضرحة آل البيت، الرجل ده ما سابش ضريح أو مسجد من مساجد آل البيت إلا وقام بتعميرها وتجديدها. فجالوا ناس وقالوا له إنه لم يثبت في العثماني، نعم في العصر العثماني عبد الرحمن كدخدة في القرن 18. فجالوا ناس وقالوا له إني لم يثبت أن الرأس دفنت في هذا المكان. فهو الرجل علشان يتثبت من هذا شكل لجنة من كبار علماء الأزهر الشريف، منهم شيخ اسمه الجهري، وشيخ آخر اسمه المناوي، واللجنة دخلت إلى القبر الشريف فوجدت الرأس الشريف في داخل كيس من القطيفة، وما زال المسك يفوح من هذا الرأس.
فهنا قطع الشك باليقين وتأكد وجود رأس الحسين في هذا المكان. وعلى فكرة هذا الكلام تكرر مرة أخرى في العصر الحديث في الترميم الذي تم مؤخرا، وهناك لجنة يعني أحد وكلاء وزارة الأوقاف أخبرني بذلك، وتم نفس هذا الإجراء وثبت بما لا يدع مجالا من الشك أن رأس الحسين مدفون في هذا المكان. هناك مقولة يعني أختم بها هذا الكلام للإمام سبط ابن الجوزي بعد أن عرض للأماكن التي قيل أن رأس الحسين مدفون فيها، فقال: وأيا ما يكن مكان الرأس فهو ساكن في القلوب والضمائر. الله، بالضبط بالضبط، وده اللي عمل المصريين. نعم، وده اللي عمل المصريين. طيب، السيدة زينب جت مصر؟ السيدة زينب، والعبارة الشهيرة: أو يتمونا أواكم الله وحده. السيدة زينب طبعا بعد معركة كربلاء أرادت أن تكمل بقية حياتها في المدينة المنورة، فوالي المدينة الأموي خشي أن وجود السيدة زينب سوف يؤلب ويلهب المشاعر ضد الأمويين، فطلب منها أن تغادر المدينة وتختار المكان الذي تذهب إليه، فاختارت مصر، وأهل مصر خرجوا لاستقبالها وعلى رأسهم والي مصر مسلمة ابن مخلد، وأنزلها في دار خاصة عند قناطر السباع، هي التي ماتت في هذه الدار ودفنت فيها سنة 62 هجرية. بيؤكد هذا الكلام مخطوط أيضا كشف عنه أستاذنا الدكتور محمد حمزة، هذا المخطوط بيرجع إلى القرن الرابع الهجري، بيؤكد وجود مسجد للسيدة زينب ووفاتها في مصر في سنة 62 هجرية. جميل جدا. عايزينكم نروح فاصل سريع وبعد الفاصل ارجع لكم يا استاذ سمير، وعايز اخد حضرتك رؤيه ازاي نفعل ونطور من امكانياتنا اكتر واكتر، وبالذات في مجال السياحه الدينيه، لان مصر مؤهله لده. مش بس والله في الاثار الاسلاميه، ده احنا عندنا دلوقتي طريق العالم المقدسه ومشروع التجلي الاعظم، يعني ممكن ازاي نفعل ده ونحافظ ازاي كمان على المتبقي من الاضرحه والاثار الاسلاميه. بعد الفاصل نرجع لكم مره اخرى وبسرعة إن شاء الله. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وأستاذ سمير عبد الوهاب طبعا قائم بعملنا خير المشاهدين السياحيين، ويعني كنت عايز أروح مع حضرتك لفكرة نعمل إيه عشان نطور السياحة الدينية في مصر، وخاصة إزاي نستفيد من الميراث الهائل اللي حضرتك ذكرته لنا فيما يتعلق به الأضرحة والمدافن والقباب في مصر. هو الحقيقة السياحة الدينية مش هتقتصر بس على المقامات والقباب، ولا جزء من السياحة الدينية انك انت بتتعرف على العمارة في العصر الإسلامي. يعني احنا اما نمشي شارع المعز دي برضو سياحة دينية، لكن جانب آخر غير جانب التصوف والقرب من الأولياء. وعلى فكرة احنا برضو في كتير جدا من المصريين والمسلمين في اماكن اخرى ما بيبقاش عارف قوي الفرق ما بين ده جامع الاشرف ولا ده جامع الحسين. ففي الجزء ده اللي هو ابتدينا بان احنا رممنا شارع المعز وبقى شارع فعلا جميل، ولو انه يعني في بعض التعديات حصلت عليه المفروض ان احنا نرجع تاني نرجعه لمكان شارع الاشراف. في برضه الناس بتضايق من بعض الانشاءات اللي بتحصل فيه، خايفه انها تاثر على الجو بتاعه، عشان نكون برضه امنين، وان كانت بتعمل بتراث او بشكل اسلامي لكن برضه في تخوف. هو مش هتبان قوي غير لما تخلص. يعني احنا طبعا بنشوف الصور بتاعه الحرم المكي قبل التطوير ونقول يا سلام ما كان ايه الروحانيه الجميله دي، لكن بالتاكيد ما كانش هيستطيع ان هو يستوعب 2 مليون حاج بهذه الصور. فالتطوير بيكون له ساعات اسباب لازم يتعمل. مفهوم. الارتباط باهل البيت، احنا عندنا مش بس الاتجاه الشيعي الفاطمي، الارتباط بيهم في قلوب كل المؤمنين المسلمين. لا، قل لا أسألكم عليه إلا المودة في القربة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فهذا الأجر اللي بيعود إلى اللي بيسأله النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تود أهله. طيب تود أهله دول كانوا اللي حواليه موجودين ولا اللي موجودين واللي هيتوجدوا؟
فالمصري او المسلم بيبحث عن اهل البيت فين عشان خاطر يبقى في موده. طيب الارتباط ده ممكن يظهر له معالم اخرى زي ما بنشوف مثلا اماكن فيها موالد وفيها ازاي احنا نقدر نحط اطار يبقى انت فعلا عندك الخلفيه الدينيه محافظ عليها وتبعد عن الحاجات اللي تكون ممارسات غير مقبوله. وده هيكتسب ناس كتير قوي على فكره لانه في ناس كتير قوي بتبحث عنه. انا ما بنساش ابدا في اوائل التعليمات في اماكن منسيه او اماكن محتاجين نبص عليها بشكل مختلف. كنا بنتكلم على البهنسه من شويه المكان عشان بعيد يمكن ناس ما تعرفهوش. وتاني واحنا بنتكلم عن السياحه الدينيه اللي كنت بقول مش لازم انت بس بتبحث عن آل البيت. فاكر حضرتك في الثمانينات لما اتعملت البرده المحمديه من قدام مجامع المرسي ابو العباس لما القيت الاوبرا بالقاء رائع وانتشرت جدا في كل المناطق الاسلاميه الباحثه عن العلاقه دي. لا هو في سوق كويس جدا واعتقد ان الفتره الجايه نقدر نستفيد منه قوي. هايل جدا دكتور. برضو حضرتك كان ليك رؤيه في هذه الجزئيه وكنت حابب تتكلم فيها كمان ازاي نعظم ونطور امكانياتنا ومواردنا فيما يتعلق بالسياحه الدينيه وتحديدا زيارات الاضرحه والاستفاده منها. طبعا الاهتمام بتطوير مساجد ومقامات آل البيت له ابعاد كثيره. في عندنا اولا البعد الاقتصادي ان ده يعني مجال يعني يقدر يدر كثير من الدخل القومي لمصر ويجتذب السياحه الدينيه. البعد الثاني البعد الشعبي المجتمعي زي ما قلت لحضرتك ان المصريين ليهم تعلق خاص بآل البيت وان المصريين لهم يعني مزاج خاص بحب آل البيت. والبعد الثالث اللي هو البعد نقدر نقول عليه البعد القومي لان الاهتمام مصر بأضرحة ومقامات آل البيت بيعظم من مكانة مصر الدينية والثقافية في العالم كله. قوة ناعمة. فعلشان كده الاهتمام بي 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 في عهد الرئيس السيسي بمقامات وأضرحة آل البيت يعني حاجة لم يسبق لها مثيل. يعني قبل كده كان الاهتمام بمسجد أو مسجدين لكن الاهتمام بهذا الكم من المساجد والمقامات يعني في توقيت واحد دي حاجة عظيمة جدا يعني نشجع عليها. ممكن يبقى عندنا زي مسار كده يعني يجي الزائر ياخد مسار كامل في القاهرة ويروح يوم يعدي مثلا من طبعا يعني عندك مثلا مسار آل البيت اللي احنا بنتكلم عنه ده بيبدا من جامع السيده نفيسه وينتهي بجامع السيده زينب مرورا بالمقامات والاضرحه اللي موجوده في شارع الاشرف. التطوير اللي حصل في الحقيقه تطوير شامل يعني لم يقتصر فقط على الجانب المعماري وانما شامل ايضا الجانب الزخرفي الترميم الدقيق شامل ايضا المحيط اللي حوالين الاضرحه والمقامات دي. تطوير المناطق المحيطه بهذه الاثار دي حاجه مهمه جدا ما كانش بينتبه ليها قبل كده لان يعني ما فيش يعني اهميه ان احنا نطور المكان ونسيب اللي حواليه طبعا يعني لانه اللي حواليه كمان ليه تاريخ زي تلاقي مثلا سوق لانه بيأثر يعني في الخليفه تلاقي حواليك سوق الانشطه الموجوده حواليه الخياميه مش عارف كان في حاجه حلوه الدرب الاحمر حاجه حلوه قوي انا حضرتها الحقيقه في كليه سياحه وفنادق في حلوان جامعه حلوان. احد الاساتذه الدكتور ابراهيم العسال عمل برزنتيشن كده رائع خد الطلبه وقسمهم جروبس وراحوا لمختلف المساجد لآل البيت والمساجد العريقه القديمه في مصر وعرفوا القصص اللي حصلت في هذه المنطقه الروابط التاريخيه بتاعتها وراحوا عملوا برزنتيشن في الكليه كل واحد يتكلم على حاجه من الحاجات دي. كان نشاط هايل لانه كليه السياحه بتعد المرشد علشان خاطر يشتغل في سوق السياحه بصفه عامه. طبعا معظم الناس بتركز على الحضاره الفرعونيه اليونانيه الرومانيه لكن النهارده احنا بنجهز لمصالح العائله المقدسه وبنجهز لزياره اهل البيت والعماره الاسلاميه القديمه وعندنا التجليل الاعظم كمان في سيناء. ايوه حضرتك عايز تضيف اضافه اخيره عشان يعني بنقول برضو ان التطوير شامل حاجات تحت الارض غير مرئيه يعني انفقت فيها اموال كثيره جدا زي مثلا شبكه المياه شبكه الكهرباء شبكه الصرف الصحي فكل دي يعني مجهودات اتعملت من اجل الارتقاء بالمكان نفسه.
انا بشكر طبعا حضراتكم نورتونا وسعدنا جدا بوجودكم مره اخرى. تحياتنا دي الدكتور محمد عبد الحفيظ استاذ الاثار الاسلاميه بجامعه الازهر، والاستاذ سمير عبد الوهاب القائم بعمل نقيب مرشدين السياحيين، والخبيره اسري نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. نورتنا يا دكتور. ختام حلقتنا الخلاصه، بنخطو خطوات مهمه فيما يتعلق بالحفاظ على تراثنا من مقامات واضرحه آل البيت واولياء الله الصالحين، لكن نحتاج دائما المزيد مع التدقيق والمراجعه في طبيعه التراث المصري والعماره المصريه الخاصه وثقافتنا ايضا الخاصه اللي بتميزنا دائما. بشكر حضراتكم، حلقه جديده بكره من الخلاصه باذن الله.